السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، حيث يبين المقطع التالي المصور من داخل مبنى السفارة الأمريكية تصدي منظومة الدفاع الجوية الأمريكية لصواريخ الميليشيات، فنشاهد. وثق مواطنون عراقيون لحظة تصدي منظومة الدفاع الجوية الأمريكية سي رام لصواريخ الكاتيوشا وسط أجواء من الرعب بين العوائل العراقية سببتها تلك الأصوات. نبقى في هذا الموضوع. أحد المهندسين المعتصمين قرب المنطقة الخضراء طالب بتوفير الحماية للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم، وقام بتوثيق لحظة قصف الميليشيات وتصدي الدفاعات الجوية الأمريكية، فلنشاهد. اليوم الثلاثاء 15 بالشهر، خلي يسمعني الكاظمي، خلي تسمعني هذا القصف الصاروخي فوق أنا. هذول مهندسين العلاوي، ذول الناس الفقرة، ذول الناس اللي يريدون حقهم، قصف صاروخي فوقهم، الله أكبر. يعني الفقير وين يروح؟ يعني شلون إلا الصواريخ تقتلنا يلا ترتاحون؟ يعني ما تطلنا حقنا؟ هاي الناس الفقرة شوفوا وين مشودرة. يا رئيس وزراء أنت شنو قضيتك؟ المن جابتك الناس؟ جابتك حتى هاي الصواريخ تطيح على رؤوسنا؟ الآن نتابع مع حضراتكم التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع التي شاهدناها توا والتي وردت على فيسبوك. حسام ماجد يقول: الصوت المستمر اللي صار وراء القصف هذا صوت منظومة الدفاع اللي تصدت للصواريخ. جماعة من اليرموك يقولون صوت كلش قوي مرعب. في تعليق آخر، الأمير يقول: بحياتهم ما يضربون السفارة مباشرة، القصف على المباني القريبة عليها. وتعليق آخر لدينا، فرحة تقول: يعني شنو ذنبنا نسمع صوت الصواريخ ونخاف؟ الله لا يوفقهم. وفي آخر التعليقات لدينا في هذا الموضوع، هبة تقول: شوكة هذا البلد راح يصفى 17 سنة من الضيم والقهر. يعاني العراقيون من سطوة الميليشيات، من الانهيار الأمني في المنظومة الأمنية في العراق، من هذه المحاولات المستمرة اللي هي غير مباشرة أصلا بإطلاق صواريخ على محيط السفارة الأمريكية، يعني مجرد مناوشات، وفي النهاية لم تتضرر السفارة الأمريكية ولو بشيء بسيط، ولكن يتضرر المواطن العراقي بالشيء الكثير. ننتقل إلى موضوع آخر، مقطع يظهر فيه الناشط الدكتور الضرغام ماجد يدعو فيه لمظاهرة حاشدة
احتجاجا على الإهمال الحكومي في توفير مفردات البطاقة التموينية ومحاسبة الفاسدين في وزارة التجارة. فنشاهد. راح نبدي إحياء المعامل بالبلد من بعضنا. شركة الاتحاد مقطع تظاهرة للعمل، تعال عمي وزير التجارة، وين الفلوس؟ ليش هذا عنده أقلام مكدسة من السكر والزيت؟ والله يقول أطلب الدولة ما تبغي. تعال وزير التجارة مقطع تظاهرة يوم الثلاثاء الساعة 4 العصر يبدأ التجمع بكل منطقة، ننطلق من شركة الاتحاد على الدولية أمام شركة الاتحاد، دعم المنتج الوطني، وبنفس الوقت يجب إطلاق مفردات البطاقة التموينية فوراً على الكاظمي ووزير التجارة. الكاظمي يقول الأحزاب مضايقتني، خلي يقول الحزب الفلاني مانعنا على مود على الوادي هذا الحزب. نطلع على مقر عما راح أجي نروح على الجامعية. ذيك الساعة من يطلع الكاظمي ويصرح ويقول البطاقة التموينية مهمة احنا نفزع المحافظات. حلو؟ تجينا المحافظات منطلق العمار. قال مو عمار، نصار الربيعي أبو سائلون، انغط نصار. قال مو نصار، قيصر خزعلي، انغط قيصر خزعلي. خوش؟ لا، ما ظل ساكت الكاظمي، إذا أنت وزيرك يا الكاظمي السبب، أنت مجمع الناس وذلك، وإلا نعلن أمام الملأ ونجيب قنوات إعلامية، هذه عم شركة الاتحاد وبها أطنان، ليش ما توزعها؟ هاي السايلوات مليئة بالحنطة، ليش ما تطحن وتنطط حين كل شهر؟ ليش كده واحنا عندنا الفقر متفشي. دعونا نتابع التعليقات التي وردت على هذا الكلام المنطقي فنشاهد. فيض آل زهراء تقول: والله كلامك صحيح وعلى راسي، الحصة التموينية صار 4 أشهر كل شيء ما شايفين منها، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة الفاسدة. في تعليق آخر علي يقول: والله لو كل العراقيين مثلك كان احنا بخير، شكرا لثورة تشرين المقدسة. ضمن التعليقات كذلك محمد الكوفي يقول: الله يحفظك من شر الأحزاب وعلى الجميع المشاركة في التظاهرات. وفي آخر التعليقات لدينا حول هذا المقطع شمس تقول: هواية عوائل متعففة معتمدة على التموينية اللي هي أبسط حقوق المواطن، وما الذي يحصل عليه المواطن العراقي الآن في هذه الأيام؟ في موضوع آخر، في حادث يبين المستوى الأخلاقي المتدني لسياسي حكومات ما بعد الاحتلال وطريقة تعاملهم مع المواطن العراقي، اعتدى الناطق باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة لفظيا على مواطن اتصل ليشكو الفساد وسوء الخدمات المقدمة من أمانة بغداد طوال السنوات الماضية. مغردون في تويتر عبروا عن غضبهم من التجاوز الذي صدر من ناطق رسمي في الحكومة على مواطن يطالب بحقوقه وحقوق الشعب الذي لم يجد من المؤسسات الحكومية غير الفساد وسرقة المال العام، وطالبوا بمحاكمة حكيم عبد الزهرة وأطلقوا اسم محاسبة حكيم عبد الزهرة. دعونا نشاهد المقطع. احنا امانة بغداد ما عندنا. نعم. زين؟ شوف الجباية اللي ياخذونها من العالم، من المحلات، من الارصفة، من الجباية لا تعد ولا تحصى. هسه نعم. والله مخصصات ماكو؟ نعم. وين انجازاتكم هاي صار 17 سنة؟ طول شارع بخير سويتوه، طول رصيف بخير سويتوه. حضرتك من بغداد؟ حضرتك من بغداد؟ نعم انا من بغداد. نعم. تعال شوف الزيونة اللي اخذوها، تعال شوف الزيونة، الجدرات الوسطية والساحات والاستثمارات لا تعد ولا حتى خنزوله ما خلونا متنفس مال حدايق. زين؟ الجهازات ما تعبنا امانه بغداد. ولا واحد عنده ضمير ويحاسب نفسه. لا تتجاوز، لا تتجاوز، كلام لا تتجاوز. حكيت ارجع عليك هسه واطيح حظك اذا حكيت حكايه زايده. لا تتجاوز. شكرا شكرا. لا تتجاوز. شكرا شكرا لك. خدم الشغل عندك خله فوق. شكرا لحضرتك يعني استاذ حكيم. لا خليه يتكلم بادب. لا يخرج على الادب، اللي يخرج على الادب ارد عليه. احنا بالتالي انا وياك متفقه على شيء. كل ما قاله المتصل هو وين الضمير؟ تساءل عن الضمير المعدوم لدى هؤلاء المسؤولين، فكانت هذه الالسنه الوقحه هي التي ردت على المتصل. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت. داليا تقول: أكو فد اختراع يمكن حكيم عبد الزهرة ما سامع به، وهو المناصب العامة. ضمن القانون العراقي ممكن أي شخص يحكي على عملك مثل ما ذكر الأخ المتصل وأكثر، وبما أنه هو عنده دليل على تقصيركم فكل اللي تسوي تسكت
وتطلع من الاستوديو تروح تكمل شغلك. في تغريدة أخرى مرتضى يقول: ولك منو أنت وتهدد؟ أول وتالي أنت خادم للعراق، لا مركزك ولا اسمك ولا حزبك. يكبر راسك ويخليك تهدد وتتجاوز على عراقي. في تغريدة أخرى أحمد فوزي يقول: مهزلة، أنت خادم للشعب والعراق وما لكم فضل على العراق. لا العراق مفضل، لا العراق مفضل عليكم. لو تشتغل وتتقبل النقد، لو اطلع من المنصب، أنت تأخذ راتب حتى تخدم الناس، ما جاي تتونس. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع دعاء تقول: فعلا أنتم مو خدام، أنتم حرامية وشلة مجرمين، كل واحد جوا أبطى ميليشيا يهدد الناس بها. وفق الأعراف المتعارف عليها في كل دول العالم، المسؤول هو خادم للشعب، يتم اختياره من قبل الشعب لكي يقوم بتقديم خدمات للمواطن. هكذا هي وظيفة المسؤول. نعم إنه خادم، خادم للشعب وخادم للبلد، لكن في العراق يستنكفون من هذا الموضوع. عموما ننتقل إلى موضوع آخر. نتابع الآن حريقا كبيرا في مجمع تجاريا قيد الإنشاء من تصاميم المعمارية العراقية زها حديد وسط بيروت، فنشاهد. لدينا تعليقات نود أن نتابعها مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام. في أول تعليق لدينا محمد علي يقول: سوف تحول لبنان البلد الرائع إلى شبيه سوريا واليمن. في تعليق آخر التميمي يقول: معقولة كل هذه الحرائق في لبنان صدفة؟ الله يستر. في تعليق آخر لدينا طه يقول: دمروها لبيروت يومية، مسوين فيلم عليهم مثل أفلامنا اللي تصير بالعراق. وفي آخر التعليقات سليم يقول: هل يريدون بيع بيروت أشلاء لمستثمر من بني ماسون؟ يتساءل. إذن كان هذا ما لدينا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل في فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى مقطع للكوادر التدريسية في محافظة ميسان وهي تنظم مظاهرة حاشدة ضد نقابة المعلمين في المحافظة، دعونا نشاهد. التربويون في ميسان اليوم للمطالبة بإحقاق الحق ودحر الظلم، رافضين العيش تحت الضيم والظلم، مطالبين بما يلي: أولا، نطالب الجهات التشريعية بإصدار قانون خاص بنقابة المعلمين العراقيين بديلا عن قانون رقم 7 لسنة 1989 المعدل، وذلك لعدم انسجامه مع متطلبات المرحلة الحالية. كل ما تشوفون اليوم تظاهرة ميسانية باسم المعلمين والمدرسين، فرع ميسان بالتظاهر ضد نقابة المعلمين لأنها غير شرعية خلافا للقانون، وحسب قانون مادة 48 من 2017 هي مخالفة، كون نقيب المعلمين يحدد بدورتين فقط، وجاء خلافا للقانون بأكثر من دورتين، وجرت الانتخابات في ظروف غامضة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بخبر مفاده ملك البحرين يصل إلى دبي مع حارسه الشخصي الآلي، ويمكنه التحدث بست لغات، ويمكنه الدفاع عن الشخصية التي عليه حمايتها من أي هجوم. الحقيقة أن الشخص الذي يسير أمام الروبوت ليس ملك البحرين، والفيديو يعود للرجل الآلي تيتان خلال المشاركة الاستعراضية في معرض الدفاع في أبو ظبي، معرض آيدكس الدولي في الإمارات. دعونا نشاهد. هل سيصل الرؤساء في العالم إلى مرحلة أن يستعينوا بالحراس الشخصيين الآليين لحمايتهم؟ هذا السؤال، نراكم بعد قليل. في فقرة صندوق الوارد لدينا مناشدات، دعونا نقرأ الرسالة الأولى الواردة مشاهدينا الكرام على فيسبوك. في أول رسالة ومناشدة لدينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطلب بإرجاع السن التقاعدي للأساتذة في التعليم العالي بمختلف ألقابهم العلمية، من مدرس مساعد إلى أستاذ في سن 65 عاما، لشمولهم بقانون الخدمة الجامعية الذي لا يزال نافذا، وهو قانون خاص ويقيد قانون التقاعد الموحد الذي هو قانون عام، علما أن المتقاعدين قسرا لهم 9 أشهر بدون راتب وأية استحقاقات وجائحة كورونا وما تحتاج من الإجراءات، وهم في وضع حرج جدا في بلد الخيرات والخبرات. في مناشدة ورسالة أخرى أيضا وردت، الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، نحن خريجي المعاهد التقنية المعتصمين في بغداد قرب بوابة رقم 9 والتابعة للمنطقة الخضراء لليوم 15 على التوالي، ونحن نعاني في الحر والجوع وخطر وباء كورونا، نريد حلا لمشكلتنا، نريد إيصال صوتنا للجهات المسؤولة، عسى ولعل أن يتحرك ضميرهم ويشعر بمعاناتنا. حقوقنا مسلوبة، مهمشون دون إنصاف تحت لهيب الشمس وخطر الوباء وحرارة الأرصفة، نتوسد الحصى للمطالبة بحق مشروع ورغيف خبز. أولسنا أبناء العراق؟ ألا نستحق الكرامة؟ أسئلة مهمة للغاية أن تطرح في نهاية هذه الرسالة. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج، أعاد المغردون العراقيون في تويتر تداول وسم تشرين موعد الثائرين للتحشيد والحث على المشاركة بالذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين العام الماضي. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. ملا عبود يقول: لحد هذه اللحظة الكاظمي جبان وخانع للأحزاب، وهو أسير للأيادي المجرمة التي صوتت بتمرير كابينته الحكومية، ولا يستطيع وضع كلبشات القانون بتلك الأيادي المجرمة، وفي اعتقاده أن أصحابها أصحاب فضل عليه. ستكون بالأيام المقبلة عمليات نوعية لا تنسبوها له، فهي للأمريكان. في تغريدة أخرى، مهند العراقي يقول: الدستور، العملية السياسية، كل من شارك بالأحزاب والحكومات المتعاقبة من بعد 2003 بلا استثناء، كل الأحزاب بكل رؤسائها ومعاونيهم وأغلب جمهورهم، كل الميليشيات بكل أفرادها بلا استثناء، بالمختصر كل ما بعد 2003 يجب إسقاطه، وإلا لا داعي لخروج التظاهرات. فاطمة تقول: إن الذي يثور لأجل الجوع سيسكت حتما إذا ألقيت إليه كسرة خبز، أما الذي يثور لأجل كرامته فلن يسكت حتى تكون له كرامة. وفي تغريدة أخرى، أحمد القرغلي يقول: حديث الأمس، الكاظمي يضع لمساته الأخيرة على حفرته العميقة التي حفرها ليقبر الرؤوس الكبيرة. حديث اليوم، الكاظمي ينبطح للرؤوس الكبيرة ويقتطع لهم حصصهم من كيكة الدولة. وبين الأمس واليوم،
تشرين حاضرة، تتوعد المتقاعدين عن الرجولة بالكنس، كن رجلا ولن تكنسك تشرين. كانت هذه جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع، تحشيدات كبيرة، تحضيرات لانطلاق الموجة المليونية الثانية في ذكرى ثورة تشرين الأولى. نراكم بعد قليل. في فلسطين المحتلة وتحديدا في الضفة الغربية، استثمر معلمون تعطيل الدراسة بسبب انتشار وباء كورونا لترميم مدرستهم وتوسيع القاعات الدراسية بأيديهم. دعونا نشاهد. وزارة التربية والتعليم ما عندها التمويل الكافي لكل المدارس، فكل مدرسة بتقدم مشروعها وبدها تستنى حسب الأولوية الموجودة. هلقيت إحنا فكرنا إنه ليش إحنا ننتظر؟ إذا إحنا قدرنا نعمل شيء في الفترة الحالية نعمل. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نود التذكير بتردد قناة الرافدين الجديد 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.